الدين. ياناس عز الدين قبل ما الكاميرا تفتح كده قلت انك تحبي تغني ام كلثوم واسمهان. يعني الناس التقيلة قوي قوي قوي، يمكن اتقل اتنين موجودين يعني. انا تربيت على صوتهم. تمام. كلموني تاني عنك، فكروني فكروني، صحوا نار الشوق، الشوق في قلبي وفي عيوني، رجعوا لي الماضي بنعيم وغلاوته وبحلاوته وبعذابه وبسوته، وافتكرت فرحت وياك قد ايه، وافتكرت كمان يا روحي بعدنا ليه بعدنا ليه بعدنا ليه، وافتكرت فرحت مبروك. افتكرت فرح وياك قد ايه. الف مبروك. برافو عليكي. ميرسي. برافو عليكي من اول اغنيه وما كدبتيش خبر، ام كلثوم غنيت لها. الحمد لله انا يعني حاطه ايدي على قلبي. ها. كنت خايفة جدا من اللجنة لأن الناس سميعة درجة أولى وناس بقالهم سنين في الفن. أنا مش عارفة أنا إزاي كنت هقف قدامهم. أنا أول أكتر حاجة أهم حاجة قوليلي بس هتأجلي الجواز بعد البرنامج ولا إن شاء الله؟ لا إن شاء الله لا.